بمناسبة عيد الأضحى المبارك انطلقت في مدينة طرطوس فعاليات مهرجان الخير والذي تقيمه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري. نحاول مثل دائما نتيح فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة أنه تشوف نافذة تسويقية، وكالعادة أنه يصير حوار ونقاش ما بين المشاركين بالاستفادة من تجارب وخبرات بعضهم. بيميز هالمهرجان أنه بيضم عدة أسواق من كافة أنواع المشاريع، إن كان مشاريع صغيرة ومتوسطة، مشاريع ريفية، مشروع لجريح الوطن، مشاريع ذوي الاحتياجات خاصة. يضم المهرجان 90 مشاركا من مختلف المحافظات بمشاريع مختلفة من ألبسة وأحذية ومنظفات ومواد غذائية وأعمال يدوية. مشاركين نحن اليوم بمهرجان الخير لحتى نعرض منتجاتنا، هو فرصة لتسويق وللعالم تعرف أكثر المنتجات ونحكي لهم عنهم. أكيد مشاركين بأسعار مخفضة أكثر عن السوق. أجواء حلوة كثير وعم تعرض بضائع كثير حلوة ومميزة، مبادرة حلوة وبترسم البسمة على وجوه الناس. إن شاء الله هيك دائما سوريا متألقة بشبابها بشعبها بأقل الموارد عم تعمل يعني موارد. يعتبر المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصريف منتجاتهم وتسويقها وعرضها للمستهلكين بشكل مباشر وبأسعار مخفضة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.